حكاية عشق قديم بين الإنسان والمكان، تروي تفاصيلها مدن وأحياء، قرى وبلدات، تتوزع بامتداد المملكة العربية السعودية، لتختزن في معالمها تاريخ إسهامات المواطنين في أعظم ملحمة أنتجت وطنا شامخا. التراث العمراني مكون أساسي للهوية الوطنية بما يحتويه من قيم تراثية وحضارية وتاريخية. عملت الهيئة العامة للسياحة والآثار على ضوء تنظيمها الصادر عام 1429 هجرية على العناية بالتراث العمراني، الذي اختصاصا أصيلا لها ألحقته الدولة للمرة الأولى بمؤسسة حكومية، وتوالت بعد صدور تنظيم الهيئة قرارات الدولة لحماية التراث العمراني ومنع التعدي عليه أو هدمه، وأسست الهيئة مركزا للتراث العمراني، واستمرت في تنفيذ توصية المؤتمر الدولي للتراث العمراني في الدول الإسلامية، والذي أقيم في الرياض عام 1431 هجرية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، بإقامة الملتقى الوطني للتراث العمراني يعقد بشكل سنوي، ويلتقي فيه المهتمون والمختصون مع شرائح المجتمع للتعريف بأهمية التراث العمراني وسبل استثماره والحفاظ عليه. واستمر بالتزامن مع الملتقى منح جائزة السلطان بن سلمان للتراث العمراني، والتي تشرفت العام الماضي بقبول صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجائزة الإنجاز مدى الحياة، نظير ما قدم يحفظه الله للتراث الوطني. فانطلق الملتقى الأول في جدة عام 1432 هجرية تحت شعار التراث العمراني من الاندثار إلى الاستثمار. ناقش الملتقى مجموعة من المحاور، منها التركيز على إظهار التراث العمراني في المملكة وتنميته واستثماره واعتباره حلقة الوصل والترابط بين الأجيال، فيما انعقد الملتقى الثاني في المنطقة الشرقية، وكان من أبرز أهدافه إبراز الدور الاقتصادي للاستثمار في مجال تطوير مواقع ومباني التراث العمراني في المملكة، وإطلاق مبادرات على المستوى المحلي باعتبار التراث العمراني تاريخ واقتصاد ومجتمع ووطن. طيبة الطيبة، مبعث النور ودار الهجرة، أول عاصمة في تاريخ الإسلام تجتمع فيها معالم تاريخية وانطلاق الإسلام ليعزز القيم وينشر العدل. ونحن في المدينة المنورة ننظر للتراث العمراني كأحد أهم مقومات الجذب الثقافي والسياحي للمنطقة، نظرا لثرائه والذي يرى ويحس في عناصر البناء وفي تقنياته وفي فلسفته. في المدينة المنورة تحولت آخر محطة لسكة حديد الحجاز اليوم إلى متحف يحتوي الكثير من القطع الأثرية. يمثل مبنى سكة حديد الحجاز أحد أهم عناصر الجذب التراثي والمعماري في المدينة المنورة. المبنى بعناصره المعمارية ومواد بنائه وتقنياته يمثل مرحلة من مراحل تطور هذا التراث العمراني في المدينة المنورة. نحن معنيون بتطويره والمحافظة عليه وتوظيفه. حقيقة كامل هذه المنطقة التي تنحصر ما بين سكة حديد الحجاز وأمانة المدينة والأمارة ومسجد العنبرية ومدرسة الطيبة، إلى سوف يكون إن شاء الله عليها متحف دار القلم وحوش الراعي، أحد أهم الحواش المتبقية في هذه المنطقة. تعتبر هذه كلها منظومة بالنسبة لنا في المدينة المنورة تراثية. نعمل جميعا مع الهيئة العامة للسياحة والآثار ومقام أمارة المنطقة في أن نحافظ عليها ونفعلها ونوظفها تراثيا وبشكل مميز إن شاء الله. بلدة العلا الأثرية نموذج فريد للمدينة الإسلامية. فيها البلدة القديمة الديرة تتألف من عدد من الوحدات المعمارية المتلاصقة، سقوفها مغطاة بالطين تبدو كأنها مبنى واحد،
تتخللها أزقة طويلة وضيقة ومتعرجة. هنا بيت أبي، هنا أتذكر الأب والأم والعم والجار والأصدقاء. دعونا نربط الأحفاد بالأجداد حتى يعرفوا هذه النعم ونحمد الله عليها ونؤكد هويتنا وأصالتنا. ولعلنا في يوم من الأيام نراه قريبا إن شاء الله، أن نرى في هذه المكان المتحف والمقهى والحرفة الشعبية نحو استثمار هذه المدينة وتحويلها إلى منتج اقتصادي يساهم في الدخل الوطني. ينبع البوابة البحرية للمدينة المنورة ومحطة مهمة لقوافل الحضارات، الطراز العمراني الفريد والواجهات المطرزة بالنقوش الخشبية في حارة الصور القديمة وسط ينبع شواهد على قيمة المدينة التاريخية. أكثر ما يبعث الأمل في نفوس أهل ينبع هو الاهتمام الذي نراه من الهيئة العامة للسياحة والآثار، فهي تحفة تراثية يجب أن نعيدها إلى ما كانت عليه، وهناك مشاريع تنتظر المنطقة التاريخية. هذه المنطقة تحوي حي من أهم وأكبر أحياء ينبع وهو حي الصور. هذا الحي يمثل المنطقة المركزية والسنتر في ينبع، وبالنشاط التجاري الذي كان يمارس في هذه الأماكن. يخرج سوق القيصرية من بين الأنقاض بعد أن سافرت النيران في محله ودكاكينه وممراته المسقوفة، لتقف الهيئة وإمارة منطقة الشرقية لتتعهد بإعادة البناء إلى هيئته الأولى. مبنى القيصرية يعتبر من المباني التاريخية في منطقة الأحساء، والتي تعتبر المناطق الغنية بالمواقع الأثرية. من منطلق الشراكة مع الهيئة العامة للسياحة سعت أمانة الأحساء بإعادة تأهيل المبنى، والذي يعتبر رافد موقع من المواقع الأهم على مستوى المنطقة الشرقية ومستوى الدول المجاورة من مجلس التعاون. عاد سوق القيصرية ليحاكي تصميمه القديم وينبض بمعالم التراث العمراني الداعمة لهوية المكان الحضارية، حتى تعود أنفاس التجارة تعبق بين دكاكينه من جديد. إذا ما أراد الإبداع أن يختار وطنا يسكن فيه فلن يجد أجمل من قرية ذي عين بالباحة. لمسات فنية وأبنية متداخلة بشكل هرمي فريد تخفق بين حجارتها القديمة قلوب الأجداد، وتتردد بين جدرانها أصداء أهاجيزهم الشعبية. نحن في قرية ذي عين كمجتمع محلي بدأنا نلمس ثمار ما وضعته الهيئة العامة للسياحة والآثار في قرية ذي عين من النواحي الاقتصادية، فأصبحت الأسر المنتجة تسوق منتجاتها داخل القرية ولله الحمد. توحد الملاك في جمعية ذي عين التعاونية السياحية وتفاعلوا مع مبادرة الهيئة للحفاظ على القرية التراثية. ننعم في هذا اليوم 23 من شهر محرم 1435 بتوقيع اتفاقية بين ملاك قرية ذي عين التراثية وتمثلهم الجمعية التعاونية مع الهيئة العامة للسياحة والآثار. هذه الاتفاقية تنص على أن الهيئة تقوم بالتأهيل والترميم والصيانة لمدة 30 عاما. كل ما استطيع ان اقول اليوم حقيقه، اليوم نحن نقرا صفحه من صفحات تاريخ الوطن. يعني اليوم التاريخ المقروء شيء، ولكن التاريخ المعاش شيء اخر. هذه صفحه من تاريخ المعاش لبلادنا. هل هذه البلاد الباحه وذي عين لهم اهميه في التاريخ الوطني؟ وترى اليوم اهل البلده وهم يحتفون في هذا المكان احتفاء بعوده الحياه لجزء من تاريخهم وابراز هذا التاريخ.
تبنت الهيئة العامة للسياحة والآثار برامج متخصصة للحفاظ على تراث الوطن وحصرت مواقع التراث العمراني. لم تكن رحلة إعادة الاعتبار للتراث العمراني تقليدية ولا معبدة، بدأت منذ إنشاء الهيئة التي أفردت مخرجا للتراث والثقافة في استراتيجيتها المقرة من الدولة عام 1425 هجرية، وراحت تقدم نوعا جديدا من العمل الحكومي الذي يقوم على مبدأ الشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمعات المحلية. فنظمت رحلات لرؤساء البلديات والمحافظين لاستطلاع تجارب عالمية متميزة في التراث العمراني وكيفية الاستفادة من الكنوز الكامنة بين جدرانه وأزقته، ليعود هؤلاء القادة المحليون بنظرة مغايرة، ويتحول فيها الرفض والتهميش إلى حرص على المحافظة واستثمار مواقع التراث العمرانية ليستفيد الأهالي، وتعود الذاكرة الوطنية التي استنطقتها مشاريع الترميم والتهيئة شاهداً على إسهام كل أبناء الوطن في ملحمة التأسيس، وتحفظ لهم ذاكرة تثبت أن لكل منهم وعائلتهم سهم في هذه الدولة المباركة. لا شك أن السياحة والآثار التي تدل على حضارتنا وعلى أساس أننا خلاف ما يقال عن الجزيرة العربية وعن الصحراء وأنهم بادية وأنهم إلى آخره، فهذا في الواقع ما هذا التجسيد للحضارة على الآثار والعناية بها إلا إيجاد وثائق حقيقية للقول بأن الجزيرة العربية ذات موقع له اعتباره وقيمته فيما يتعلق بالحضارات. توالت بشائر المشاريع الكبرى لتطوير واستثمار أواسط المدن، وكان لحي الظهيرة التاريخي في وسط مدينة الرياض الذي تبلورت فكرته من الهيئة والهيئة العليا لتطوير الرياض حظا وافرا من الاهتمام، ليتم تحويله إلى مركز رئيسي يضم المرافق التجارية والسكنية، إضافة إلى الساحات العامة المفتوحة ومناطق الجذب السياحية التراثية مثل سور الرياض وبوابته القديمة. وتعتمد الفكرة العمرانية لتطوير الظهيرة على الاستفادة من مقوماتها التراثية عبر المحافظة على أجزائها الأصلية مثل سور الرياض القديم والنسيج العمراني المكون لمنطقة الظهيرة، وكذلك ربطها مع منطقة قصر الحكم ومركز الملك عبد العزيز التاريخي. ويحتوي هذا الممر على مجموعة من الأنشطة الثقافية والترويحية لجذب سكان مدينة الرياض، وبانتهاء برنامج تطوير الظهيرة سيكون قلب الرياض النابض الذي سيكون جاذب لسكان المدينة وزوارها. حي الظهيرة بموقعه المركزي بين منطقة قصر الحكم ومركز الملك عبد العزيز التاريخي يشكل تناغما بين الماضي والحاضر في قلب مدينة الرياض. مشروع تطوير الدرعية التاريخية هو الآخر ثمرة تعاون الهيئة العامة للسياحة والآثار والهيئة العليا لتطوير الرياض، والذي يسعى إلى تحويل المناطق الأثرية والتراثية التي شهدت مولد الدولة السعودية، إذ نتفيأ ظلالها اليوم باعتبارها مركز حضاري ينبض بالتاريخ وينتظر أن يتحول إلى متحف مفتوح ونزل تراثية وساحات تعج بالحياة والتاريخ. يعتبر ملتقى التراث العمراني الوطني في نسخته الثالثة محطة بارزة يناقش فيه القضايا الراهنة للتراث العمراني ودور البلديات في المحافظة عليه ووسائل تنميته، ويسلط الضوء على التجارب الناجحة في مجال الاستثمار والتمويل في مشاريع التراث العمراني والتي تسهم في تحقيق تنمية سياحية مستدامة. يعقد الملتقى في المدينة المنورة بالتزامن مع اختيار المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية، وبمشاركة نخبة من مسؤولي الدولة وقادة الفكر والاقتصاد والسياحة ورجال الأعمال. التراث العمراني صورة مشرقة لتاريخ الوطن ومعالم حضارية تلفها قصص المكان التي بقيت شاهدة على إسهام المواطنين في تعزيز أواصر الوحدة الوطنية.
نحن في المملكة العربية السعودية بلا شك نعتز بتاريخنا وتراثنا العريق ونعتز بتراثنا العمراني، ولا شك نحن أيضا لدينا حنين لهذا التراث العمراني الجميل والتاريخ الجميل، ولكن لا نهتم بالتراث العمراني من منظور الجانب العاطفي فقط. نحن نهتم بالتراث العمراني كمورد اقتصادي وكمورد ثقافي، والأهم من ذلك أنه إحياء هذه المواقع وجعلها تتحول إلى تجارب معاشة للمواطنين هو جزء من تعزيز هذه الوحدة الوطنية التي انطلقت من هذه المواقع. مرحبا بكم في المدينة المنورة، مهد التراث وحاضنة الإسلام وعاصمة الثقافة، في الملتقى الثالث للتراث العمراني الوطني والفعاليات والأنشطة والبرامج المرافقة له. حلقات نقاش، معارض تجارية، فرص استثمارية واقتصادية، فعاليات الأسرة والشباب، ولأول مرة فعاليات للشعر في العلا، مهرجان التراث الشعبي في ينبع. أهلا بكم في ملتقى التراث العمراني الوطني الثالث.